قلم إدوكيشن بلاتفورم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني وكالين خبر شدة قلم education platform. هنقول حجرني بوجني تاريخ ذا فصلك form one كارهان وحدة شنات إنك جهليني عصر الخلفاء الرشيدين. حان قادنا درس جيني كوباد إن كجاه لينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حان سوق قادنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاهلية سيدي وها. سدوا كلام حان سوق مرنا إن للشديد سي أيان كسو هذا لنا قاب كي أكسو إسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يسدوا كلام قاب كي لاصو دورتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأنت حان قادنا إن شاء الله أبو بكر أيان دمسترينا أهم أعماله شقوين كأقبتي أبو بكر الصديق إلى وفاته. أنت سهين قارد أنه إن شاء الله وحن كهر مرة إن أمركا أعماش إذا كبلا بينا إن أوسمي وحلي رهدو أن الولاد وليال أقابل سن قبل الله أما مقالوه إن كانت أسقى نيابة عنه إن أوسمي استعمل أبو بكر الولاة في الولايات المختلفة. أبو بكر هو استعمال وحلي هذا ولاة قدوميال وجوغي قبل ذلك الدول، وكان ينظر إلى حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والولاة على البلدان. أبو بكر هو في رنجري دور شدي ونكسنة النبي أسوبيه الأمراء تليالك عيدا ماذا يقدوم يالك قبل الله مرك الله في ريو فيقتدي به في هذا الأمر نبيك أيو أبو بكر أركاس مرك أقدر يسدي. ولهذا فقد أقر جميع أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وحوسوغي وسنبدلين تمان قدوم يالك نبيك أو مقعابي أو نبيك جوغ الشقين هاي وهم على ولايتهم نبيك مركو لمن عيدتك قبل الله أما مقالوين مدحكاها أبو بكر مطابا سيدا يوسف ولم يعزل أحدا منهم إلا ليعينه في مكان آخر أكثر أهمية من موقعه الأول. هدي أيد عضا أبو بكر إنه كقاضي قدومي مال ما ملاي وحقودي باي مال كلا أو كسي وناكسن أما كسي في عن ماشي وما ملاي حلق النبي. وكانت مسؤوليات الولاد ودوميالك قبل الله أن أود ذا في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أود أي أما شقوين كي قبنا عين امتدادا وحي لحريرتي لصلاحياتهم أودوه ذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقوين كي قبنا عين حلق النبي أم أبو بكر أسيد إيريا أم أسيد إيبي. أما أهم مسؤولياتهم في عهده حلق أبو بكر وحيابه أقبضنا إقابان جرين وحاكم ذا إقامة الصلاة إني صلاة دوغان دتك صلاة تجيان صلاة أمران الجهاد إني دتك جهاد كقليان إدارة شؤون البلاد إن أي وطن كوردون إسكد بردان المعمولان البلاد المفتوحة ميلها لقبصة مسلمين تأي فرتين تعيين القضاة إني مقعابان قاضيال أما قرصوريال والعمال عليها في ذلك القدوم يالك وحيابي قبنين وحاكمنا أخذ البيعة للخليفة إن خليفها بيعة قادان ونيابة عنه إن نقضان ضد خليفك كوكيله. وبعض الأمور المالية هي أرمها ذنك مالية سيدا سكوين والجزية لعكت الغيقة هذا نوضمنا مسلمين تأفرتان ضدك قارضا يكونول إقامة الحدود إن حدود أوغان قفك زيني استبقل جيدا لغدفتو نحوها توقيق عن تلقويه الحدود تأمين البلاد إن وطن كان بتجليدي سلاسوغو. وكان لهم دور في تعليم الناس أمور دينهم قدوميال كحيكلو كالين كل هايين ضدك إن دين الإسلام كالبرو وفي نشر الإسلام الإسلام كان لغفا فيه في البلاد التي يتولون عليها ودمد إمامو العيان حديدت قال أي جوغان إن دين الإسلام كفافيان
وكان الكثير من هؤلاء الولاد يجلسون في المساجد. قدومي الكسبدا كنا وحيفا دنجرين مساجدة يعلمون الناس القرآن والأحكام. لذلك أيكو براي القرآن الكريم هي أحكام شريعة إسلامك. ويهي وقد قسمت الدولة الإسلامية في عهد أبو بكر إلى عدة ولايات. حلق أبو بكر مركا قبل الله أيجري يمقالوين أي مامولاين بعض الصحابة أو التابعين. المدينة عاصمة الدولة وبها الخليفة أبو بكر. قالوا يمكن مهم كها وحكم إذا قال المدينة أبو بكر أي أيضا مامولا أو خليفة المسلمين. حكى لو كم إذا قال ذا مكة أيضا وحكم مامولا أكتاب ابن أسيد. والله الرسول صلى الله عليه وسلم أقره أبو بكر. وحا ان عتاب مغابه او مغال مكه مسؤول غدغي النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وسلم سنتابا مغال الى الطائف وليها عثمان ابن ابي العاص. والله الرسول واقره ابو بكر النبي مغابه ابو بكر وسلم تابا. صنعاء مغال الى اليمن عاصمه هذا وليها المهاجر ابن ابي اميه نكاس اي قدوميه كاها. حاضر موت يمن كتالا أيضاً وليها زياد بن لبيد. زبيد ورقع وليهما أبو موسى الأشعري أي قدومي كأها لذا سمال. خولان ماشي اللي رهدو وحي قدومي كأها يعلى ابن أبي أمية. الجند وليها معاذ ابن جبل. نجران وليها جرير بن عبد الله البجلي. جرش وليها عبد الله بن ثور. البحرين وليها العلاء الحضرمي. العراق والشام كان أمراء الجند هم ولاة الأمر فيها. عراقي بلاد الشام أيضا وحاكا جري بل معناها الدقال وكوبة هاي أو عراق نوحا دين عكجوغي فرس بلاد الشام نوحا هستي دولة الروم مركز دقال وين أيام مالها كدع جري سياد رادد أمراء الجندي هم ولاة الأمر فيها مقالك استطليع عيدا كأجوغة أي قدومية كأها. عمان وليها حذيفة ابن محسن. اليمامة ماشي اللي رادو وليها صليد بن قيس. وهكذا ملك استمرق مركه قبل ما يسن وبدنين دولك مسلمين تا خيلي ابو بكر هيستين واسكيرا دولكي النبي صلى الله عليه وسلم اسلامك او غار اي اها سيد رادد ولايات كبرى ولايات واوين او خيلي عمر وكلا مركه او تغنو غوبله واوين ما يسن جيرين واسكا مغالوين يي غوبله يرير ايا جيري نرغاس ايانا waxay ka ahaayeen gudoomiyal. مركا شقد كوباد أبو بكر وقبتوا محاي تنظيم الدولة إن دولة دي وكل نظامي رقم مسؤولين وكل دي بس إمام القوف هذا شقد الله بعد أبو بكر وقبتوا حوايت إرسال جيش أسامة بن زيد إلى الشام. إن أبو بكر أدري عيدا كي أسامة بن زيد محوها عيدا كان أبو بكر أدري ما هو جيش أسامة. جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين. النبي صلى الله عليه وسلم انتو سنجريون سنكي كويتمناد وحو دياري عيدا اد وحو بدا وحو نو دياري ان يرولك الروم من اسك ايدنين واركو قادان كارهان مدينة البلقاء هي فلسطين سنكي كويتمنك هجرية دا. وامر عليهم أسامة بن زيد عيدا كاسنا النبي صلى الله عليه وسلم أمير وغديغي أسامة ابن زيد ومركز آد وير دوري التمن جرأة أي أديبة صحابة وأول نعيدا كاس ويكون حجرا مكا إسلامك آدي آد أيو كالدن بنت أولا ليا صحابة دي وأولنا عيدا كاس كم دها ما إيسان دهين سيدة عنو غير أو تدوي التمن جرأة أنك إنوه غامنا يا مركا عيدا كاس أيو نبغ دياري أسامة ابن زيد وآد ودائرنا وأديبي ولكنه مرض فلم يخرج الجيش وظل معسكرا
في الجرف عيدان كاسمو سن دقاقين وحي وحاصلقوا اها اما حردي عيدان اي اسكسي جوغين مشل الجرف وهو موضع على بعد 3 أميال من المدينة نحو الشام وميل سدح مايل وجرت اما افر كيلومتر تقريبا مقالة المدينة تنك بلاد الشام نجرت ورجع الى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم markii geeridi nabiga la maqlay ciidankaas oo dhan way soo laabteen magaalada Madiina ay soo wada galeen walamma tawalla Abu Bakr al khilafa Abu Bakr markuu xilka la wareegay arada an yabacatha jeish Usama wuxuu doonay inuu diro ciidamadii Usama ibn Zayd ee nabiga u diyaariyay wa alla yabqa bil madinati ahad min jundihi Abu Bakr wuxuu qalaaban ku bixiyay ciidamadaas nin kamida in magaalada Madiina uusan joogi karin وعندما اقترح بعض الصحابة على أبي بكر بأن يبقي الجيش صحابة قال قارك ميدا عمر بن الخطاب وقهري ولا تليه أبو بكر ها وحيسو جيدا وحيدا أبو بكر ان قطر أي جرتا ومحوادتك عرفت دين الإسلام كوي كلابتين أنك مقالد المدينة إن الكسو وير أيام بهالس أقدرنا أعيدا كان هنقدرين وأن استفاعنا أبو بكر لكن وحوكو أدكستي إن عيدا كاس وسن جوجين مقالة المدينة وحير عيدا الرسول كالله ودري أنا جينا نعليو حيقولوا قن سحد جذبين أوصى رضي الله عنه أسامة فقال أو بكر مركا صحابة دي ثلاث وأوكدي ذو قات كاست إن عيدا النبي قال له أودي ياري حير أنا جم علي كرو إن نعلي صر قال مهما كانت الظروف فقال أبو بكر مركب حضر دارن سيي زيد بن أسامة بن زيد اصنع ما أمرك الله به ما أمرك به أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وحير السماء وحي النبي قال لك أمره ابدأ ببلاد قطاعة قبل الله بلاد قطاعة ثم إيت أبل منطقة جنوب الأردن الكاس قبل أويري ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيابي النبي أمرا وحبها كجاب ولا تعجلن لما خلفت عن عهده النبي وحوك على بلمينها كدقدقن هدقدقن هنا جاب وأمرك النبي هكذا رينين هنا كجابن الله وضب إسك إلى علي سياس مركا أبو بكر وحو كدري عيدان كي أسامة ابن زيد عيدان كاسي دقا أوسو قولستي أساق وغنيمة آد أفرا بضامتنا وحو كسو لابتين مقالة دا مدينة حروب الردة دقالة اللو يقانو حروب الردة لما ارتدت بعض القبائل العربية عن الإسلام قارك من قبيلة دا عربات محيكا لابتين دينة إسلامك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نبيغا مركو جيريو ذا كذب وكانوا ما بين مرتد وحيوقا في سمان كوة دين تكردو بي مرتد عن الإسلام كوة قدهان دين تكبحي ويري دين الإسلام كوان عنها دون نبي جيريو ذا ومانع للزكاة كوة زكادة دي ذا وحيدا أنك إسلام وعنها لكن سكد النبي قاعد يجرى النبي قاعد يحال قيري آية القرآن كأو حسوقة خذ من أموالهم نبي الله كقاعد مسلمين صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها خذ النبي قال آل لها اللايدة النبي قاعد سكد قاعد أي هذا النبي قاعد يجري ودي عتك الله سكد نجا قاعد يسمع لهنا أي قصي قلنا نفسرنا آية القرآن كان ومدع للنبوة قارنا نبي نما أي بشك تنبا فقام أبو بكر في الناس خطيبا أبو بكر أي استاجر مركو دتك وقدبي أنتوا سقط بدأ جيدين عمر بن الخطاب يا صحابة دي كلا أيالات اللي وحيدهن دجالك عن كلا قاد قاد من دتك كل سكر جديد هنوضم بيان كل نبي نمد الشيعان عاي كل دين السلام كبح عن لا دجالنا سي ترتيب ترتيبه عن أقل أبو بكر لك محيري وكسهر جستو حيري عد عن كل ريبة يا ملهن والله لا أقاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وحير غفك صلاة يستكذا كالقاضي وأن الله دقال لما هي فإن الزكاة حق المال سكذا وحق تقول لي يا مالك
والله لو منعوني عناقا الأنثى من ولد المعسي وحرث يروى عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي إيدي دان وحرير ونبقي أدي بجرين لقاتلتهم على منعها ديد مدى سحير وانقلت دقاء لمياء ما شهد كان عناقا وكي هنا إقالا في بعض الكتب والله لو منعوني إقال بعير هدي إيدي دان دبر دبر كأنجيل اللي قد دبره ونبقى إيسين جرين هدي إيدي دان أبو بكر حيري وانقلت دقاء لمياء وان كاس أدك أي أبو بكر كقاتي mana kala saarin dadkii diinta kala laabta iyo kuwii sikada diida wixii dhan wuxuu yiri waa isku mid oo qofkii sikada iyo salaada kala saaraahi waa qof gaal ayuu noqonayaa waqad hawala murtaduna alhujuma ala almadina dadkii diinta ka baxay waxay isku dayeen inay magaalada madina soo weeraraan lilqadaa ala adawlat alislamiyya si muslimiinta ay uga taqallusaan macagta umariyaan walakin aba bakrin استعد لحماية المدينة أبو بكر وحسكو دياري إنه مقالة المدينة دفاعه فألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد غير مدينة مركب حقوق أصبي إن مسجد كله إنه قريه له هيادين حتى يكونوا على أكمل استعداد للدفاع بعض ما أدرك أي أصوار مرتب مركب مسلمين هبكو ديكو سيحانايين أو مساجد سيحانايين سي عدو قود إسكاق الدفاعان ونظم الحرس على أطراف المدينة مقالة دافه إذن وحود إذن مقالة الدفاعية لدفع أي غارة قادمة والدفاعان وركز أصوص عضا وأمر على الحرس من كل من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود قدك أصوص عضا وحي مقالة القيسه إذن مدى الدفاع وجري أي كلوتين أو أبو بكر أي أمر كسيي إن إذا ما ناسه جميعاً ومقالة للدفاع خرج أبو بكر لقتال المرتدين أن أبو بكر ما كان أصاب بحي إن رد على مدد كدين تكبحي وقسم الجيش الإسلامي إلى 11 لواء إذا ما دي مسلمين تروح أكل قيبي كوبي التوبان قيبات وجعل على كل لواء أميراً على كستاهنا وحوديبي قف أمير أمير أيودي بي وأمر كل أمير باستنفار من مر به من المسلمين أمير كستاهين أو بكر حقو أمري إن ذاتك أوباقو إن دقالك سوغلان مسلمين والبو إلا كل مان إن دقالك قيب قاتان إلا أوباقو إن هقاميالك مركا حلقا مسلمين تهقامين أي كأت كادة ذاتك دينت إسلام كبحي أمري دوبي وحاكم دها خالد بن الوليد aya wuxuu ahaa hoggaamiyihii ugu muhiimsanaa ee qayb weyn ka qaatay dagaaladii lala galay dadkii diinta islaamka ka laabtay gaar ahaan ninkii ugu weynaa dadkii nabinimada sheegtay ee la dhihi jiray Musaylamatul Kadhab Musaylama al-Kadhab ninkii la dhihi jiray oo ka dhashay qabiilka la dhihi jiray Bani Xaniifa halkaas markaa muslimiinta waxay ka wasoo taqallusayaan dadkii nabinimada sheegtay ee faraha badnaa ee Musaylama ugu weynaa iyo dadkii sakada diida intaba laga adkaaday muslimiinta markaa waxay bilaabeen al futuhat inay furashooyin soo biyaan fi ahdi Abi Bakr gaar ahaan waayadii ugu dambeeyay noloshiisa Abu Bakr lama intahat xurubu ridda wastaqarra al umur fi al jazeera al arabiyya dagaalkii riddada markii uu dhamaaday مسلمين جزيرة العرب قعنتوا تقصوا لعبتي بدأ أبو بكر بتوجيه الجيش لفتح البلاد أبو بكر حب الله مركع إذا ماذي إنو درو سي أفرطان وضمدي درس كلاها فجيش لفتح العراق جيشين عراق إن قبصة الله إذا يؤد ياري الجيش الأول بقيادة خالد بن الوليد إذا ككوبا دوحاه قامنا خالد بن الوليد وكان يومئذ باليمامة يمام أي كسكنا أه ماشي حرمت وهايد مسيلمة الكذاب فكتب إليه بأمره من أن يغزو العراق من جنوبه الغربي أو بكر وحو أن خالد بن الوليد أمر كسية إنه العراق ويرقو قادو كان صوغ له كوفر قلبيت جهد كوفر قلبيت إذن كلا بعدنا وحاه قامنا أي الجيش الثاني بقيادة عياض ابن مغنم رضي الله عنه وكان بين النباج
قرية بين مكة والبصرة يكسرنا والحجاز. فكتب إليه بأن يغزو العراق من شماله الشرقي. أبو بكر حكام أسقنا إنه العراق ويركو غاضو وقوي برن وكسو قالو بادئا بالمسيخ ماشي اللي رأسوه قبل لابي وهي موضع على حدود الشام مما يلي العراق بلاد الشام العراق انتو اللي حيسالك عسنو ويركو قبل لابو. في شهر جماد الآخرة سنة 13 هجرية بشي جماد الثاني أما جماد الآخرة سنة كي تحت تمناده هجرية مرض الخليفة أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر روحا وصدي واشتد به المرض حنوكن وصيده ناظر. فلما ثقل جمع الناس أبو بكر نكو أدعو صلاة قد مدعي كباتي فقادتك أي سكوه عي وحير إنه قد نزل بي ما قد ترون حيراني وحا يقول عي وحا أدو جيدان حنوك أدو جيدان أيائي هيا ولا أظنني إلا ميتا لما بي وحونا يري أمم لينا أيو إنا لمن أيو ما هني قندة إذا إسنا وحنا سنا مركا على مركا لا إيجو إنا لمن أيو أي إلى تهاي. وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي بيعتي أداني يقول جرتين الله سبحانه وتعالى وإذن كفري وهدي عندنتو بيعتي ذي وإذن كفرنتي وحل عنكم عقدتي كنت انت يدينا الله ان كفري انا بيعدي وين ما تايك وضعدي ان جريودو ورد عليكم امركم الله سبحانه وتعالى تلذينين اذنك ايو انصاد احدك فامروا عليكم من احببتم اذا اضربتان وحد كدقتان امير فانكم ان امرتم في حياه مني كان أقدر ألا تختلفوا بعدي. حلي هاي محايا لأدينك هدي أد أميري يلتان أم قفه قامية أصميستان في حياة مني أنت أنيقا أنه لهاي كان أقدر ألا تختلفوا بعدي أرنكاس أياكوها بون إن أيدنان إسقلافين أنيقا كذا شيء وحنكوغا عصان هو يري أنت أنه لهاي إن أتقف دورتان سي خلاف يفدنا إسنو إيمان. فتشاور الصحابة ثم رجعوا إلى أبي بكر مركي سوشرين كذب صحابة أبو بكر يؤسوا لابتن فقالوا حيدهن رأينا يا خليفة ترسول الله صلى الله عليه وسلم رأيك بحيدهن أنك تلقى رموضا تلذين وتلذاذا بحيات كتلسو أيان قادنين. قال فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. أو بكر مكو حوير هديات ثلاث عني يوسف علسين وقت سي إيسو قام إي كاذية حتى أنظر لله سيان لله ولدينه ولعباده الله سبحانه وتعالى دين تسي أدوم دي سعيده قامين كرتا وتطبيقين كرتا أيان أرادنا يا إيسو. ثم وقع اختيار أبي بكر اختيار أبي بكر بعد أن استشار بعض الصحابة على عمر. أو بكر كل جيس دارن قام جارين صحابة أيو أو عيها الهل ولا شري كدمنا ورشدي وحيكون عذي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر إنه مسلمين ته قاميو. ثم كتب عهدا مكتوبا أو بكر وحيو قري بلنقات قرن يقرأ على الناس كاس تطلق الله آخرين دانو وكل جيني هاي إن أو بكر مركود أنتو بدلي دانو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كدمنا هالكاس أيكو جريودي أن الصحابي الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنت وحنا نقبحني درسي جيني لبعض إنك يا هاليني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنكو قادني أهم أعمالي أبو بكر الصديق رضي الله عنه شقوي إنك وقبت أبو بكر كم دهيد إرسال جيش أسامة إن أدري عيدا كنبي قدياري أسامة ابن زيد وهو قامني نستطيع لو حان صو أرقني عدي بدل لهيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه مركو حان مصدي تدكي أيو لشري شركي دين وحان قصب بحي إن عدة بدل دونت أبو بكر الصديق أي نقنيسو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر وحق ريودي سنة كي زحي تمناده هجرية مدلبة سنة أيونا مسلمين تهو قامنا لا بد أن نقول هذه نوع قبطي أعمال آد وين
oo islaamkii markii nabiga uu geeriyooday islaamnimadii dadku ay ka wada baxeen waxaana soo haray magaalada Madiina Makkah iyo Taif saddexaas ayaa muslimiinta ku soo aruureen balse Abu Bakar dhexda ayuu dhuuqsaday dib ayuu islaamka ugu faafiyay fi al jasira al arabiya inta aan ku soo gabagabeynayna darsigeeni kaga hadlayna Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu hada wa billahi tawfiq assalamu alaykum